محمد بن عبد الكريم الخطابي من أكبر السياسيين والمثقفين في عصره. ولد سنة 1882 بمدينة أجدر بالمملكة المغربية، وقد عرف بفطنته وقيادته العسكرية ذات الاستراتيجيات المحكمة، وقد قام باختراع عدة تكتيكات حربية كحرب الخنادق والضرب والفرن وغيرها من المهارات، رغم أنه لم يدرس بأي مدرسة عسكرية. نشأ عبد الكريم الخطابي مع أباه الذي تنحدر أصوله من منطقة الريف بالمغرب، وقد كان من أهم الشخصيات بقبيلته، فقد كان قاضيا حيث يقوم بحل قضايا أهل القبيلة، وقد كانت تعرف عائلته الخطابيين بالمكانة والهبة والمستوى الثقافي والعلمي والسياسي الذي لا غنى عنه. بدأ عبد الكريم الخطابي مسيرته الدراسية بدخوله إلى دار تحفيظ القرآن الكريم والتعاليم الدينية والشرعية، وبعدها انتقل إلى مدينة تطوان بشمال المغرب لإكمال دراسته، ثم انتقل إلى مدينة فاس التي كانت تعرف بأفضل المدن ثقافيا وعلميا. قرر أباه أن يأخذه إلى مدينة مليليا حيث حصل على شهادة الثانوية العامة من هناك، وبعدها رجع إلى المدينة العلمية فاس ليلتحق بجامعة القرويين والتي تعرف بأقدم الجامعات في العالم. في فترة دراسته بجامعة القرويين ارتقى إلى مستوى عالي من العلم والثقافة من أفضل المعلمين وقتها كمحمد الكتاني وعبد الصمد بن التهامي، اللذين كانا يعرفان من أفضل أساتذة عصرهم. بدأ مسيرته المهنية بسنة 1907 كمعلم ثقافة دينية والشريعة الإسلامية بمدينة مليليا للأفراد المسلمين هناك، وأحيانا يشتغل بالترجمة بسبب إتقانه للغة الأمازيغية الريفية والعربية وكذلك اللغة الإسبانية. وبسبب هذا استطاع العمل بالإدارة المركزية للشؤون الأهلية بمدينة مليليا. سنة 1910 اشتغل صحفيا لأحد المجلات الإسبانية والتي كانت تهتم بشؤون الريف وأخبارها، وقد كان أول شخص يدخل عليها فقرة باللغة العربية والموجهة للشعب المغربي. وبسنة 1913 تم تعيينه قاضيا على خطى والده، وبعدها بسنة واحدة فقط تم تعيينه قاضي القضاة العام بأمر من المقيم العام الإسباني، وقد عرف بالقوة والعدل بين الساكنة المسلمة بمدينة مليليا. بسبب تضامنه مع الشعب الألماني خلال الحرب العالمية الأولى تم سجنه سنة 1915، وذلك بأمر من السلطات الفرنسية بسبب عدائيتها القوية لدولة ألمانيا. اتهام فرنسا لعبد الكريم الخطابي بتعاونه مع القوات الألمانية ومشاركته في الاستخبارات. انتقال المستعمر الإسباني وتعمقه في السواحل المغربية الشمالية والسيطرة على مضيق جبل طارق، الشيء الذي تولد من خلاله الرفض والمقاومة القوية من قبل شيوخ القبائل الريفية والأمازيغية. خلال هذه المرحلة تولد لدى عبد الكريم الخطابي إحساس قوي ممزوج بين الاضطهاد والكره السياسي والفكري للمستعمر الإسباني والفرنسي. توحيد صفوف جميع القبائل الشمالية الريفية ضد المستعمر الفرنسي والإسباني كقبيلة تيمسمان، بني توزين وبني وريغال وغيرها من القبائل. هزيمة العدو الإسباني بمعركة أنوال سنة 1921، رغم تفوق العدو بالعدة والعدد، فقد اعتمد الإسبان على تقنيات حديثة مع الأسلحة والمدافع الثقيلة ضد قبائل تعرف المنطقة عن ظهر قلب، مسلحين بالشجاعة وبنادق صيد قديمة مع الخناجر والأقواس. تأسيس الجمهورية الريفية سنة 1921 والتي كانت تضم كل المدن والقبائل بمنطقة الريف، وهذا التأسيس جاء بعد مطالبة عبد الكريم الخطابي من باقي المدن والقبائل بجنوب ووسط المغرب بمساعدته للتغلب على العدو الفرنسي والإسباني، لكن معظمهم رفض
حتى أن بعضهم كانوا عملاء للمستعمر الفرنسي، اقتنع أنه لا يجب أن يثق في القبائل الأخرى، لذلك قرر أن يستقل بنفسه ويؤسس دولة جمهورية ريفية مستقلة داخل المغرب. قام بتأسيس عدة استراتيجيات حربية جديدة لم تكن منتشرة وقتها، كحرب الخندق الواحد واستعمال حرب العصابات، حيث كانوا يشنون هجمات ليلية وأحيانا هجمات على مناطق تزويد العدو بالموارد الغذائية والعسكرية، حيث يحاصروا وسائل النقل والاستيلاء عليها. كان سقوط الجمهورية الريفية إثر الهجمات المتكررة للجيش الفرنسي والإسباني وكذلك بعض العملاء من المغرب والمرتزقة، فقد كان للخونة فضل كبير بسقوط الجمهورية بسبب معرفتهم بالتدريس المنطقة وكيفية تفكير شيوخ القرى. بعد تشديد الخناق على أهل الريف مع القصف المستمر من طرف المستعمرين، حتى أنهم استعملوا قنابل كيميائية على الأهالي والتي تعد فعل غير إنساني حسب القانون العالمي للحروب. بعد رؤية عبد الكريم الخطابي لأهل منطقته يعانون ويموتون مع تفشي الأمراض بينهم بسبب تلك الغازات والقنابل الكيميائية، قرر أن يسلم نفسه في نهاية المطاف خوفا على إبادة قومه. قرر مجلس القضاء الفرنسي بعدم إعدامه لكي لا يعتبر قدوة أو رمزا بطولي لأهل الريف، فتم نفيه هو وأتباعه وعائلته بجزيرة لارينو التابعة لدولة فرنسا والتي تقع بالقرب من مدغشقر على المحيط الهندي. بعد نفيه لأكثر من 15 سنة قرروا ترحيله إلى فرنسا، ولكن بعد عبور الباخرة بمدينة بورسعيد بدولة مصر طلب اللجوء السياسي من الملك فاروق، وقد تم الاستجابة لقراره بأقصى سرعة لأن صيته انتشر خارج المغرب وأصبح قدوة لكل المقاومين والسياسيين بالدول العربية والغير عربية. توفي محمد بن عبد الكريم الخطابي بمصر القاهرة سنة 1963. أبناء وأحفاد عبد الكريم الخطابي لا زالوا مقيمين بالقاهرة بمصر، وقد أرخ التاريخ أقوال كثيرة يعرفها الملايين، ومن أشهرها: ليس في قضية الحرية حلا وسط، وجاءت هذه المقولة بعد محاولة القوات الفرنسية بالتفاوض معها. المرجو منكم دعم القناة بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب لتشجيعنا على الاستمرار، كما يمكنكم زيارة الموقع لمن يحب أن يطلع على العديد من المواضيع تحت شعار معا نحو الارتقاء الفكري.